اكتشف أسرار أشهر الخدع السحرية. دائما ما يقوم السحرة المحترفون بإذهال العقول بخدعهم السحرية التي قد تبدو مستحيلة تماما، والتي قد تبدو أيضا أنها سحر حقيقي، بداية من ورق اللعب الذي يظهر فجأة بين يدي الساحر، أو حتى ظهور الساحر نفسه فجأة من العدم، مرورا بميلاد الحمام من النار وتحول الماء إلى ثلج في ثوان معدودة. مرحبا بكم في قناتنا، سنكشف لكم اليوم أسرار أشهر 5 خدع سحرية في العالم. الخامسة، السير على الماء. شاهدنا جميعا دينامو ساحر الشوارع المعروف وهو يسير على الماء في نهر التايمز، ولكن كيف فعلها؟ حسنا، الإجابة ببساطة هي الزجاج الشبكية، وهو نوع من الزجاج لا يمكن تمييزه من الماء نظرا لكثافته التي تكاد تساوي كثافة الماء نفسها، مما يجعل من الصعب التمييز بينهما معا. وبالطبع يتم دعم الزجاج الشبكي بأنابيب مصنوعة من نفس المادة، وهي خدعة يستخدمها جميع السحرة سواء في حمامات السباحة أو البحيرات المائية. وبغض النظر عن نوع المسطح المائي، السر يكمن دائما في الزجاج الشبكي. لمتابعة الحلقة ومشاهدة الكثير من الفيديوهات المثيرة لدى قناة معلومة، فقد قم بالاشتراك مع تنشيط علامة الجرس. الرابعة، خدعة الحمام لدارسي أوك. دارسي أوك المتسابق الشهير في برنامج المواهب البريطاني قام بخدعته السحرية، حيث قام بإخراج الحمامات من الريش المشتعل. السؤال هنا هو كيف قام بذلك في الحقيقة؟ دعونا نلقي نظرة عن قرب على هذه الخدعة. الريشة التي يقوم بإشعالها هي ليست في الواقع ريشة حقيقية، ولكنها نوع خاص من الورق القابل للاشتعال، والذي يتوهج بشدة ليشتت نظر الجمهور للحظات بينما يقوم الساحر بخدعته. بينما يتوهج الورق المشتعل، يقوم دارسي بإخراج الحمام من الجيب السري في كمه الأيسر، والذي يمكننا رؤيته بالنظر عن قرب شديد. هذا يجعلنا ندرك أنه ليس سحرا بالفعل، ولكنها فقط خفة يد وبراعة في أداء الخدعة. الثالثة، أوراق اللعب المميزة. من المستحيل معرفة ما يفكر به شخص ما أو تخمين ما يراه، ولكن هذا ليس بالأمر الصعب على ساحر ماهر. في هذه الخدعة يطلب الساحر من أحد المتطوعين سحب ورقة عشوائية من أوراق اللعب، ثم يقوم بإعادتها مرة أخرى بين الأوراق، ليقوم الساحر بعدها بوضع الأوراق في وعاء زجاجي، ثم يتمتم ببعض الكلمات السحرية ويقوم ببعض الحركات لترتفع الورقة التي تم اختبارها من بين باقي الأوراق. إليكم السر وراء هذه الخدعة. الحقيقة أن الورقة توضع حيث يريدها الساحر تماما، وهو يقوم بوضع الأوراق بترتيب معين، حيث تدعم الورقة المنشودة ورقة أخرى مميزة تحتوي على قطعة معينة بها نقطة من الشمع تلتصق بالورق التي تم اختبارها وترفعها إلى أعلى من بين الأوراق الباقية. الثانية، الفتاة المعلقة في الهواء. بالطبع شاهد جميعنا هذه الخدعة، حيث نرى فتاة جميلة معلقة في الهواء فوق لوح خشبي، ويقوم الساحر بتمرير الحلقة ليتأكد من عدم وجود أي خيوط أو قضيب لدعم اللوح الخشبي. هذا يبدو سحرا حقيقيا، لكن في الحقيقة يكون اللوح الخشبي مدعوما بنظام هيدروليكي قوي، وهو يجعله يرتفع بثبات في الهواء، ويتم إخفاء هذا النظام عندما يصعد الساحر على خشبة المسرح ليأخذ مكانه الصحيح.
تحت قدم الساحر مباشرة يمكننا أن نجد الزر الذي يتحكم عن طريقه في حركة اللوح الخشبي، ولكن كيف مرر الحلقة دون أن تنكشف خدعته؟ السر يكمن في شكل القضيب الذي يدعم اللوح، وهو عبارة عن شكل حرف S. يساعد هذا الشكل على تمرير الحلقة دون أن يلاحظ أحد وجود القضيب الذي يدعم اللوح الخشبي. إذن حتى هذه الخدعة ليست حقيقية تماما. الأولى، العلبة فوق البطاقة. جعل علبة المياه الغازية تستقر فوق بطاقة اللعب هي خدعة مذهلة حقا، ولكن ليس إذا عرفت السر وراءها. يقوم الساحر بوضع العلبة فوق البطاقة كالعادة، يتمتم ببعض الكلمات السحرية المريبة لتجد العلبة فجأة مستقرة بشكل جيد فوق ورقة اللعب المنفردة. بالطبع ليس هذا حقيقيا، فالورقة ليست منفردة فعلا، ولكنها ملتصقة بورقة أخرى من المنتصف لتكون الورقتان معا بشكل حرف T. يساعد هذا الشكل على استقرار العلبة على البطاقات بشكل جيد، مما يبدو في النهاية وكأن العلبة مستقرة على بطاقة واحدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تترددوا في الضغط على علامة الإعجاب وزر المشاركة مع تنشيط علامة الجرس ليصلكم كل جديد من قناتنا. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء لنستمر في عرض المزيد إن شاء الله.